نويت ندير عرس مليح ودرت الحمد لله عرس مليح. انا العرس كل سقام لي واحد 500 مليون. الناس اللي انتقدوني بزاف في الفيسبوك، وانا انسان معروف في مدينه عين مليله ونقمتي بارش مصطفى، والنقمه هذه راهي معروفه اش ملياردير في عين مليله، وانا يعرفوني بانسان بعد نشتي نعيش نشتي نحوس نشتي ناكل نشتي نلبس. ملي كنت صغير وانا حاكم الصوارد، وهذه يعلم بها تما الجميع. الناس اللي قلت لهم انا خسرت في العرس 500 مليون ما صدقوش. انا حاليا راني قاعد ندور تقريبا ما نروحش للدار، عندي شهرين تقريبا خاسر واحد 150 مليون، وانا بربي ان شاء الله لا كتب ربي اني مزوج ومطلق الخطره هذه، لا كتب ربي وحيانا ربي لعدنا ملحيين بربي ان شاء الله راح ندير عرس ونلقى المراه اللي تستاهلني صح وتعرف قيمتي وتستاهل. اقسم بالله راح نمدلها المبلغ اللي ما تخيلوش، وندير عرس بزوز ملاير، وراح نقفل عين مليله خلاص، وربي كاين والرجال كاينين والحباب كاينين، واللي ينتقدني من 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 هذا المنبر الناس راهم يعرفوني في عين مليله والناس تعرفني مليح، وكاين ناس انتقدوني ومن بعد داروا احصائيات حسبوا عاودوا حسبوا لقونا قالوا لي مصطفى هي خسرت صح، على بالهم بلي راني نخسر انايا، انا حوايج ما عندي حتى معنى وتما نخسر ونحوس، وعلى بالهم بيا بالطريقه هذه. انا قلت لكم اللي نلقى لي تصلي الخطره هذه اللي تصلح لي وتعرف قيمتي ونعرف قيمتها، اقسم بالله ندير عرس بزوز ملاير، واش تطلب نعطي لها. سيتو لعد مراه اللي راهي صالحه صح وتستاهله، اقسم بالله العظيم واش تطلب نعطي لها وقادره على شقايا.